السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في موضوع جديد من موضوعات Research Skills and Analysis. في المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا عن السيرش تكنيك، اللي هي التقنيات البحث عن المعلومات على شبكات الإنترنت، وعرفنا التقنيات ديت، واتكلمنا كمان عن الأدفانسد سيرش تكنيك، وكمان خدنا أنواع الشبكات سواء كانت الشبكة الموجودة سيرفس ويب أو دارك ويب أو ديب ويب موجودة عندنا. إن شاء الله النهاردة هنتكلم بشكل مخصص للبحث عن المعلومات الخاصة بالشغل الساينتفك أو الشغل الأكاديمي. طرق أو تقنيات البحث اللي احنا اتكلمنا عنها وتداولناها في الأجزاء السابقة كانت عامة شوية، فالنهارده ان شاء الله هنتكلم على التولز المخصصه للساينتفك ريسيرش. فهنتكلم عن الفري سيرش تولز فور ريسيرش انفورميشن. يعني ايه؟ عايزين نتكلم عن الادوات البحث، تمام، اللي انا ابحث عن المعلومات لايه؟ للريسيرش انفورميشن. احنا محددين اهوت للريسيرش، للابحاث العلميه، تمام، ازاي اوصل المواقع ايه المتاحه الموجوده عندنا. فنتعرف على أهم المواقع الموجودة اللي بتحتوي على معلومات علمية. هنتكلم عن أول تولز أو أول سايت موجود عندي، حاجة اسمها الجوجل سكولر. جوجل سكولر، ودي طبعا تفترق تماما عن الجوجل العادية، خلاص. ده سكولر، جوجل سكولر دي حاجة مخصصة للبحث عن البيبرز او الابحاث العلميه والرسائل والكتب، يعني حاجه مخصصه للبحث في موضوع الريسيرش. فلما نيجي نبص على جوجل سكولر، بيقول ان جوجل سكولر ده هو سيمبل واي، طريق سهل جدا، بيحتوي على السكولر لتريتشر، على الاعمال السابقه الخاصه بالابحاث العلميه. طب بيحتوي على ايه؟ ممكن نلاقي فيه ايه؟ بنلاقي فيه الارتكلز، الابحاث او المقالات العلميه، بنلاقي فيه السيزز اللي هي الرسائل العلميه، بنلاقي فيه البوكس الكتب، وبنلاقي فيه الابستراكت الموجود للحاجات الاكاديميه اللي موجوده عندي، وكمان بنلاقي فيه اللي هو الناشرين، وبنلاقي فيه الاعمال بتاع اليونيفرستي بتاع الجامعات والويب سايتس المتاحه الموجوده عندنا. طيب الجوجل سكولر زي ما انا قلت هو سيبريت، منفصل تماما عن الميم جوجل سيرش، لانه هو برودكت من منتجات الجوجل. يعني زي جوجل كده، في الجوجل العادي، وتلاقي فيه حاجه اسمها جوجل ماب، ده برضك برودكت منفصل عن جوجل العادي، ليه وظيفه محدده. الجوجل سكولر برضك منفصل عن المين جوجل سيرش، وليه وظيفه محدده، هي البحث عن الريسيرش ايتمز زي ما اتفقنا، اللي هي الابحاث والكتب والحاجات الحاجات الشبيهه بذلك. طيب هنا الناشرين بيدوا جوجل سكولر اكسس للفول تكست ارتكل فور اندكسنج. يعني هنا بعض الناشرين او دور النشر بتدي للجوجل سكولر الابحاث بتاعها، بتبقى متاحه عليها، اقدر انزلها، تمام، عشان عشان تعمل اندكسنج، اشاره ليها، وتعمل لها سايتيشن، والامور ديت كلها. مع العلم ان هو جوجل ممكن يعمل شات داون للجوجل سكولر في اي لحظه، لان هو منتج او اكستنشن من المين جوجل، زي ما اتفقنا، هو زي جوجل ماب او الحاجات دي كلها. فالجوجل سكولر يعني مش بيمثل مصدر ربح لشركه جوجل في الوقت الحالي، فهي بتفكر ان هي تعمل له شات داون، تشيله من البرودكت بتاعها، ولكن هو ما زال حاليا اقدر استخدمه ومتاح، تمام، وفي معلومات كتيره جدا، وفي ارتكلز كتيره وكتب كتيره اقدر استفاد منها في الوقت في الوقت الحالي. طيب تعال بقى، عايزين نشوف الجوجل سكولر سيرش ازاي اخش على الجوجل سكولر سيرش. اول حاجة عشان اوصل لجوجل سكولر سيرش، هنخش على الجوجل العادي وهنكتب عليه جوجل سكولر. لما بنعمل كده، تمام، بيفتح لنا ده الصفحة بتاعة الجوجل سكولر، بتكتب الموضوع اللي انت عايز تبحث فيه في الابحاث العلمية، وبيظهر لك ريزلت موجودة عندك بالشكل ده كده، خلاص. يبقى هنا في عملية السيرش، هنا في المحرك بتاع جوجل سكولر اهوت، مش جوجل العادي، جوجل سكولر، بيظهر لي فيه هنا، بكتب العنوان او الموضوع اللي انا عايز ادور فيه، وبيجي يقول لي خلي بالك في بحث اهوت منشور في سنة 2004 والبي دي اف بتاعته متاحة. يعني عذرا،
اللي هو مكتوب جنبه علامة البي دي اف ده، ممكن اضغط عليه انزل الارتكلز ده، تمام. ونفس الحكاية ده مش متاح، بس الاتش تي ام الاتش تي ام ال الصفحة بتاعته متاحة، اوكي، مش موجود في صيغة ايه البي دي اف. والبحث الثالث والبحث الرابع بيعرض لك عدد كبير جدا من الابحاث. خلاص كده. طيب تعالى بقى عايزين نتعرف على الفيتشرز اللي موجودة في جوجل سكولر اللي انا ممكن ايه تسهل لي عملية البحث. فاول خاصية او اول ميزة في جوجل سكولر سيرش اللي هو ليميت باي دي، يعني انت عايز ممكن تحدد له السنة اللي انت محتاج منها المعلومات. يعني مثلا في ابحاث كتيرة موجودة، اوكي، ولكن انا عايز الابحاث اللي هي سنة مثلا 2017. فاجي هنا بيقول لي هنا اني تايم، لما بضغط على اني تايم هنا يجيب لي كل الابحاث، يعني من اول الموضوع ده ما بدأ الناس تنشر فيه لحد اخر حاجة حاليا، تمام، يجيب لي كله. طيب لو انا عايز بس في سنة محددة اقول له هنا اضغط على الكام، عايز 2017 اضغط على 2017، يبقى كل الابحاث اللي هتظهر لي هنا شوفوا سنة النشرة بكام، 2017 2017 وهكذا. واول ما 2017 تخلص تمام يجيب لي السنة اللي بعدها، ولكن الاولوية كلها لسنة 2000 وكام، 2017. يبقى من اول الخصائص الموجودة اللي انا ممكن اعمل ليميتيشن للديت، احدد السنة اللي انا عايزها او عايز كل السنين اللي فاتت، تمام، بعمل ايه اني تايم. لو انت عايز تختار من مثلا رينج بقى من سنة لسنة بتختار ايه، بتضغط على الرينج وبتدخل الرينج ايه اللي انت عايزه. خلاص، يبقى ده اول خاصية موجودة عندي في الجوجل ايه سكولر. الخاصية التانية اللي انا ممكن اعمل صورة ترتيب للنتائج اللي هتظهر لي على جوجل ايه سكولر. بمعنى ايه؟ لو انا عندي كتبت موضوع اهوت وعملت فيه سيرش، انا عايز اقول له ايه، هات لي الحاجات ده من الاحدث للاقدم، تمام، ترتيب تصاعدي او ترتيب ايه تنازلي. طب ده هعمله ازاي؟ اللي انا هنا سورت باي ايه ديت، يعني انا ايه اقول له رتبهم لي طبقا للديت للتاريخ بتاعهم او تاريخ ايه النشر بتاعهم. طيب وفي تحتها كمان بيقول لك ايه، انت عايز كمان تعمل انكلود للبيتنت، البيتنت اللي هي براءات الاختراع، هل انت عايز ابحاث وكتب فقط ولا عايز كمان براءات اختراع؟ لو انت عايز ابحاث وكتب فقط هتعمل ايه، انشيك ليه العلامه دي، تشيل علامه الصح منها. لو انت كمان عايز تشوف البحث السيتيشن الناس قد ايه استشهدت بيه هتقدر ايه تشوفها، او مش عايزها برضك هتشيل علامه ايه الصح من عليها. طيب في الجوجل سكولر ريزلت بقى، لو انت واقف على بحث تمام يعني بيظهر لك كده انت اخترت بحث، خلاص هذا البحث اللي انا اخترته، اوكي. اولا البحث اللي تحت البحث ده اسماء الاسر المؤلفين ليه، وده اسم المجلة الموجود فيها، ودي سنة النشر. بيظهر هنا علامات موجودة عندي هنا. اول حاجة اللي هو لو البحث ده عاجبك عايز تحفظه لللايبرري بتاعك، لان بيبقى عندك انت اكونت على جوجل ايه سكولر، لو عايز تحفظه عندك احفظه. طب انت عايزه تاخده تعمله سايتيشن، يعني البحث ده عايز تدخله جوه بحثك وتعمله سايتيشن، فتضغط على ايه على السايت هنا وهو بيعمل لك اكسبورت للسايتيشن زي ما هنشوف في المرحله الجايه. طيب بيجي بعد كده يقول لك سايتد باي مثلا 52، يعني عدد الناس اللي استشهدت بالبحث ده 52 بيبر استشهدوا بيه، وده بيدل على قوه البحث. كل ما عدد السايتيشن، يعني سايتيشن يعني الاستشهادات، انا بعمل بحث فخدت البحث ده مرجع ليا او ريفرنس ايه عندي في البحث، فده بيقول لي كل ما بيزيد عدد السيتيشن تمام كل ما بيزيد قوه والعمليه الوثوق بالبحث ده. وكمان في ريليتد ارتكل، يعني في ارتكلز تانية غير البحث ده بتتكلم عن نفس الموضوع اللي انت بتبحث عنه، عايز تروح للريليتد ارتكلز تبص عليها ولا لا؟ طيب عدد الفيرجن المتاحه موجود عندي في حوالي مثلا يقول لك 17 فيرجن او هي نسخه ايه واحده. طيب ده اللي هو المتاح والظاهر ممكن تنزل من عليه البحث. في اللي هو الكاتش كوبي اللي هي النسخ المخفيه، ممكن يديك لينكات لنسخ ايه مخفيه مش ظاهره ايه قدامك. يبقى ده لما بختار بحث بيظهر لي كل المعلومات ايه ديت موجوده عندي، وده كل معلومه بتديني دلاله، وممكن كمان تدخلني الابحاث مرتبطه بالموضوع اكتر زي الريليتد ايه ريليتد ارتكلز، وممكن كمان انزل منه اكتر ايه من فيرجن من اكتر من مكان ايه موجود فيه. برضو من الفيتشرز بتاع جوجل سكولر اللي انت تعمل بقى بروفايل ليك جواه، يعني انت تخش بقى بتسجل
تمام، والتسجيل سهل، ولكن لازم يبقى بايميل اكاديمي، يعني مثلا زي الايميل بتاعكم مثلا اللي هو اكاديمي، بمعنى ايه؟ بمعنى بينتهي بكلمه دوت اديو، تمام، اللي هو بتنتمي للجامعه المؤسسه الاكاديميه. خلاص، تسجيل فيه سهل، بيكون لابا، بيكون فيه ايه، جوجل بروفايل، بيبقى ممكن تحط صوره البروفايل عادي، بيقول لك انت عندك كام سايتيشن، اتش اندكس، عدد الارتكلز، وكل واحد سايتيشن بقد ايه، ومين الكو اوثرز اللي موجودين معاك، دي كلها موجوده. دي ممكن تعمل ايه، البروفايل بتاعك بسهوله جدا على الريسيرش، ايه، على الريسيرش دي. طيب، كمان الريسيرش اللي اسف في جوجل سكولر، تمام، الجوجل سكولر فيه ادفانسد سكرين، بدل ما تقعد بقى تختار ويدا وكلام من ده، ممكن يظهر لك زي الادفانسد سكرين اللي كانت موجوده في الجوجل المين جوجل العادي. في الجوجل سكولر برضك فيها ادفانسد ايه سيرش، عايز تحط العنوان هنا، كل الكلمات بتاعه البحث، لو انت عايز بترتيب معين، الاتلاست 1، كل الحاجات دي شرحناها قبل كده، وزاويه اللي هي نوت، اوكي، تمام. عايز كمان الاوثر دباي، عايز لو تحدد اسم الاوثر بتاع، يعني مو افرض في اكتر من شخص شغال في النقطة ديت، ولكن انا عايز اسر بعينه، اوكي، فممكن اكتب الابحاث اللي خاصة بالاسر ديت. ممكن اختار كمان الببلشد ان، يعني اختار دار النشر اللي اتنشر في، اللي بيتنشر فيها، يعني في مثلا ممكن يكون عندي بحث في الاوبتكس منشور في اكتر من دار نشر، في السيفير، وفي منشور في السبرينجر، او منشور في الاي او بي، او منشور في الامريكان سوسايتي، فانا اختار الدار النشر اللي انا عايزها. وكمان عايز الابحاث في الرينج منين بقى، من التاريخ كذا لتاريخ ايه كذا، ده موجود ايه عندي، مفيش اي ايه مشكلة. يبقى ده اللي بيشرح لنا ده بتاعه الجوجل، الجوجل سكولر ادفانسد، تمام، زي ما اتفقنا اللي احنا بنحط الكلمات اللي احنا عايزينها، الانتايتل بتاعنا، الكلمات اللي بتحتوي عليها، كمان بنحط الاوثر الموجود لو عايز الاوثر، كمان لو عايز تحط السايتس اللي هو مثلا تحط المانث او نيو مانث او اي حاجه من الحاجات دي كلها بتقدر تحطها عشان تطلع لك نتائج البحث من مكان معين او من دومين ايه معين موجود عندي. فده شرح للشاشه اللي فاتت او السكرينه اللي فاتت اللي موجوده ايه موجوده عندي. ايضا من خصائص الجوجل سكولر، لو انا عجبني بحث، تمام، وعايز اخد بقى السيتيشن بتاع المعلومات اللي انا اقدر اخدها كريفرنس، ممكن اعمل عليه اكسبورت واطلعه باي صيغه. دي اسماء البرامج المتاحه اللي انا اقدر استخدمها في تنظيم الريفرنس بتاعي، واشهرها الاندي نوت، بتنزلها وبتدخلها جوه البحث عشان يقدر يعمل له ايه السيتيشن ايه المطلوب. ايضا من الفري سيرش تولز اللي انا ممكن اقدر استخدمها عشان اعمل سيرش يعني اجيب اشتغل انزل معلومات عن الريسيرش او الابحاث العلميه، في المايكروسوفت اكاديمي، تمام، وده برضه كل التولز اللي احنا هنشوفها او كل الويب سايتس اللي احنا هنشوفها كلها هتلاقيها شبيهه بالجوجل سكولر، اوكي، مع فروق بسيطه جدا. اولا ده اللينك بتاعها، اوكي، لو انت عايز تخش وتنزل عليها الابحاث، بنجد فيها ايه، برضه بيظهر لك بعد ما بتخش او تشترك فيها، وبرضه بتشترك بيها بالايميل الاكاديمي بتاعك اللي هو مثلا الدوت ان ام يو، تمام، ده لازم، ده الشرط، يعني لو معاك ايميل جيميل او ياهو او اي هوت ميل او اي حاجه، مش هتنفع تشترك سواء في الجوجل سكولر او في المايكروسوفت ايه اكاديميك، لازم نتاكد ان انت بتنتمي لمؤسسه ايه تعليميه. خلاص، طيب، برضه بتكتب الموضوع اللي انت عايز هنا وتعمل سيرش، بيظهر لك الابحاث برضك، في يقول لك انت عايز اي سنه، الديت بتاع الرينج، اقول له مثلا هو كاتب هنا من 2016 ل 2018، انت عايز تخليها مثلا من 2020 ل 2023 زي ما انت عايز، اوكي، دي حاجات انت بتتحكم فيها. بيقول لك الموضوع اللي انت كاتبه ده في اسرز كتير موجوده، يعني في شو مور كمان تحت اهي، هل يعني اجيب كله ولا انت محدد اسر معينه انت بتثق فيها في الجزئيه ديت او في النقطه ديت. طيب، كمان الافيليشن، الجامعه، هل انت كل بحث بيتنشر بيكون الاسر المؤلفين ليه بينتموا لجامعات مثلا، فالافيليشن ده هو بيقول له مثلا ايه، انا بثق في الناس بتاع جامعه مثلا المنصوره الجديد، او الناس بتوع جامعه اكسفورد، او الناس بتوع جامعه معينه، فانا لو عايز جامعه او عارف ان التخصص اللي انا بدور فيه ده الناس في جامعه معينه شاطرين فيه، ممكن اختار ايه اسم الجامعه، اوكي. وكمان لو عايز اختار الفيلد بتاع الاستادي، عايزه بيولوجي ايكولوجي، عايزه فيزيكس كيمستري،
دينتال الماتيريال اي حاجه بختارها، مفيش اي ايه مفيش اي مشكله، وكل مره بختار بيعمل ابديت لنتائج البحث اللي انا ايه عايزها. طبعا ده اسم البحث وده البيانات بتاعته واسماءه والامور دي كلها. بيظهر هنا تحت علامه الداونلود اهوت لو انت عايز تعمل داونلود، لو انت بيقول لك السيتيشن اهوت، لو انت البحث ده واخد كام سيتيشن، يعني الناس استشهدت عدد الاستشهادات بيه. وقلت ان دايما عدد الاستشهادات بتبقى معيار لقوه البحث، تمام. وكمان لو انا عايز اخد السايت بقى، لو انا عايز استخدمه ينزل لي المعلومات اللي احطها في الريفرنس عندي، ولو انا عايز اعمل شير للبحث ده لمكان تاني او على الايميل، والامور دي كلها ما فيش اي ايه مشكله. يبقى ده المايكروسوفت اكاديميك، يبقى فيه تولز قريبه جدا تمام عن من الجوجل سكولر، باختلاف مثلا الافيليشن مثلا، تمام. هو ده اللي ممكن ما يكونش ايه موجود هناك، يعني بيجيب لك كل نتائج البحث، مش لازم تحدد الافيليشن ايه في الجوجل ايه سكولر. برضو في المايكروسوفت برضو اكاديميك ممكن تقدر تعمل اسر بروفايل، تمام. اه ده اسر بروفايل لشخص لاحد الباحثين، ده بيقول لك عمل 13 بيبر وحصل على كذا سايتيشن، اوكي. وبرضك بيقول لك ده التوب بابليكيشن بتاعته، بيرتبها طبعا من الاعلى في السيتيشن للاقل في السيتيشن، او ممكن يرتبها على من الاحدث للاقدم او العكس، اوكي. فطبعا ممكن عادي، وممكن اي حد فينا برضو في الوقت الحالي يخش يعمل بروفايل ليه على المايكروسوفت اكاديميك، ولكن قلنا بالايميل الايه الاكاديمي. طيب حاجه ثالثه برضك من الفري سيرش تولز اللي الريسيرش انفورميشن، اللي هي السيمنتيك سكولر، تمام. ده برضك موقع عادي جدا ممكن تعمل عليه البروفايل بتاعك، وممكن كمان تدور فيه على ايه على الابحاث. وقلنا يعني التولز يعني او الويب سايتس الفروق بينها وبين بعضها مش ايه مش كتير قوي. طيب بيقول ده اكاديميك سيرش، ده محرك بحث للابحاث العلميه، للساينتفك ارتكلز، للابحاث ايه العلميه. ده الموقع ده بيستخدم الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، في عمليه البحث وترتيبها، اوكي. وعشان كده هو بيقول بيستخدم الارتفيشال ايه انتليجنس تحت بروجكت ليه نمبر الاي اي اي 2. طيب بنجد ان هو السيمنتيك سكولر رابط مواقع كتيره، او واخد من اماكن سيرفرات من اماكن كتيره زي الاركيف والباب ميد او والسفير ومواقع ايه ومواقع اخرى كتير. طيب ده شكله برضو، ده شكل الويب سايتس بتاعه. بتيجي هنا بتكتب في السيرش الحاجة اللي انت عايزها، بيظهر لك البحث، عايزه مثلا تقول له اخر 5 سنين، ولا عايزه هذا بي دي اف، ولا عايزه ايه بالظبط، بيظهر لك النتائج بتاعتك، اوكي. لو انت اخترت بحث معين، عملنا زوم لهوت لاول بحث، ممكن تقول له انا عايز اشوف البي دي اف بتاعته، عايز اشوف السيميلار بيبرز اللي هي موجودة في الجوجل سكولر اللي هي الريليتد ايه بيبر، لو انت عايز تشوف السايت بتاعته، لو انت عايز تشوف ايه السيف، لو انت عايز تشوف ايه عايز تسيفه في اللايبرري بتاعتك. برضك زي ما اتفقنا عنوان البحث وده الاوثر والمجله وسنه ايه النشر، فكل حاجه ايه متاحه، مفيش اي ايه مشكله. طيب عندنا برضك تولز تانية اللي هي البيز او البايل فيد اكاديميك سيرش انجن، اللي هو محرك البحث، وده بيبقى فيه تخصصات مختلفة. يعني هنا بيبقى فيه محرك بحث لمالتي ديسبلينري، يعني متخصص متعدد التخصصات الموجودة عندنا، وده موقع ألماني، تمام. فهو الموقع ده بيكون فيه تو لينك عليه طبعا عدد كبير جدا من الدوكومنت لمصادر مختلفة. في تو لينك للبيزك سيرش، لو انت عايز تبحث عن حاجه بيزكس الحاجات الاساسيه، فده لينك بيجيب لك الابحاث. ولو انت عايز بيز ادفانسد سيرش، لو عايز تدور على حاجه متخصصه قوي او حاجه ادفانسد، بيبقى ليها ايه لينك اخر بتقدر تستخدمه في عمليه ايه البحث. طيب في برضو الموقع الخامس اللي هو الاركايفز هاب، وده اللينك بتاعه تقدر تخش من عليه. وبرضك ده بيقول لك انتر سيرش، دخل السيرش بتاعك واعمل سيرش، تمام. ولكن التولز بتبقى فيه قليله شويه، اللي انت تحدد التواريخ او الاوثر او الافيليشن والكلام من ده، ولكن بيبقى فيه معلومات ايه كتير. وطبعا عايز اقول على حاجه مهمه، ان ممكن تلاقي في ابحاث صعب ممكن متاحه، مش متاحه مثلا على الجوجل سكولر كبي دي اف، بس ممكن متاحه على الاركايفز هاب كبي دي اف. فطبعا مضطر ان انت تستخدم ايه المواقع
او تعرف المواقع التولز الكتيره اللي استخدمها في تنزيل الابحاث العلميه والرسائل والداتابيز. وده طبعا زي ما اتفقنا ده ايه اللينك بتاعه. طيب ايضا في حاجه اسمها الاس اس ار ان اللي هو السوشيال ساينس ريسيرش نتورك، وادي اللينك بتاعها، وديت مملوكه بالسيفير، والسيفير ديت من اكبر دور النشر اللي بتنشر ابحاث وكتب ايه علميه. وطبعا ده الويب سايتس بتاعها بتعمل سيرش وفيها مميزات كتيره جدا بنقدر نعملها. يبقى في بالنسبه للسيرش تولز او الفري سيرش تولز، انا بقول لك على الحاجات الفري المتاحه اللي مش مغلقه. طبعا في ويب سايتس وتولز تانية كتير ولكن مغلقة، ولازم يبقى فيها اشتراك سنوي وتعمل يعني يبقى ليك اكونت بمدفوع الاجر داخل المواقع دي. ولكن احنا عرضنا اهم الفري سيرش تولز اللي موجودة عندنا اللي هي المجانية اللي ممكن تشترك فيها فقط مقابل الايميل ايه الاكاديمي بتاعك. ومفيش اي مشكلة ايه